حفاظ بسكري مورغان هو صاحب المدرسة التطور الاجتماعي وهو مؤلف الكتاب المجتمع القديم. حفظوا لي إياها. هنري مورغان لن يرد اسمه أبداً أبداً، لا في الدروس السابقة ما أجا اسمه ما ورد اسمه، ولا في الدروس اللاحقة، لا في الكتاب الأول ولا في الكتاب الثاني إلا هنا. إذا فعلها العبارة، هو صاحب المدرسة التطور الاجتماعي وهو مؤلف الكتاب المجتمع القديم، لأنه يعني أحياناً بيخطئونا، بيكتبوا مثلا مؤلف كتاب او صاحب كتاب المجتمع القديم هو في الفريد وباريتو او فرويد او ماسلو، خطا. اذا صاحبه هو مورغان، او احيانا بيكتبوا مؤسس المدرسه التطور الاجتماعي بدل ما يكتبوا مورغان بيحطوا فيلسوف اخر او عالم نفس اخر، مثلا مثل ميكيافيلي مثال. شو نظر هنري مورغان؟ اشار إلى أن البشرية انتقلت في تطورها من حالة التوحش التي هي شبيهة بالحيوانات إلى الحالة الهمجية، أن الناس صاروا همجيين، يعني ما في ضوابط لألون بس، ولكن يعني أهون شوي من الحيوانات، من تصرفات الحيوانات بقليل، معنى الهمجية البربرية، إلى الحالة المدنية. الحالة المدنية هناك قانون، هناك مؤسسات، هناك مدارس، جامعات، مساجد، علماء، جامع. فإذا هذه الأمور بالإضافة إلى كل المؤسسات الموجودة، فإذا ساعدت في انتقال الإنسان من الحالة الهمجي إلى الحالة المدنية. هذه الحالة المدنية حالة راقية جدا. طبعا هذه النظرة لمين؟ لهنري مورغان. نحن ما بنوافق في النظرة، لماذا؟ لأنه نحن أول، الله عز وجل أول من خلق أبونا آدم. طبعا هاي رأي فيلسوف، رأي عالم نفس، ونظر إلى الناس الذين يعيشون في شعاب الجبال أو في الغابات، هم متوحشين، أعطى صورة معينة فعممة. لا، نحن ما يعمم، يعني نحن الله عز وجل خلق أبونا آدم وكان نبي، وخلق أمنا حواء من أبونا آدم، وأعطاه التعاليم الإسلامية في أي قرآن تقول وعلم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، مين بيقرأ لي؟ يلا شوف مين بيقرأ لي الآية في سورة البقرة. يلا هذا شوف، تكون أنتم قارئين بالقرآن. خديجة محمد، طيب زينب، شايف أنا بترفع يديكم، زين بدي اسم جديد، وسام أول مرة تظهر معنا، تفضل يا وسام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. كمل أستاذ. صدق الله العظيم، الله يجزيك خير، بكفي، صدق الله العظيم، جزاك الله خيرا لك ولكل الطالبات اللي رفعن يدهن راح يقرأني الآية حقيقة. فالله عز وجل علم أبونا آدم كل شيء، هاي نظرة خاصة فيه، نحن ننظر لرأي الغرب ثم نتذكر نعم الله عز وجل علينا نحن كمسلمين. لاحظوا معي، أشار بعض المحدثين أو المعاصرين إلى أن الثقافة والمدنية والتربية، يعني اعتبروا ان الثقافي والمدني والتربي مهم في تصحيح مسار الطبيعه البشريه، يعني بتهذيب طبيعه الانسان. دعاه هذا المفهوم، طبعا مين هم المحدثين المعاصرين؟ اعتبروا ايجابيه الطبيعه البشريه وخيريتها، يعني عكس نظره القدماء والمؤرخين القدامى الذين نظروا الى الانسان انه عدواني او شرير. السؤال الان، ما هي المراحل التي انتقلت بها البشرية حسب رأي لويس هنري مورغان؟ شو الثلاث مراحل؟ شو بيمين بيسكل إياهم؟ نعمة عدنان، تفضل يا نعمة. أستاذ، انتقلت البشرية متطورة، نعم، من حالة التوحش إلى الحالة البربرية ثم الهمجية والبربرية فالحالة المدنية. أحسنت، شكرا لك، صحيح. إذا انتقلت البشرية في تطورها من حال توحش إلى الحالة الهمجية، من قوسين البربرية إلى الحالة المدنية. الآن الأسئلة التقويمية، الأسئلة التقويمية لكل الدرس بما فيهم نظرة علماء النفس حول الطبيعة البشرية.
أيضا رئيس الملك إبراهام ماسلو والصورة والنفوذ الاجتماعي والثقافي والصورة السلبي وطريقة الخروج من حسب. هاي أسئلة تقويم موجودة في نهاية الدرس في الكتاب كما هي. راح أنا أسأل بدي أجوبة سريعة ومختصرة. أجوبة سريعة أنا ما الوقت دهمنا بقي عندنا 3 دقائق بس أنا راح أعطيكم مجال إن شاء الله تعالى زيادة من عندي 4 دقائق. هون الغرائز مكتوب هي للغرائز الإنسانية. للغرائز الإنسانية أثر في بناء مفاهيم عن الطبيعة البشرية. علل ذلك. شو الجواب؟ تفضل يا حسنان. الغرائز الإنسانية أثر في بناء المفاهيم عن قاعدة أولية واحدة موحدة لجميع البشر. أحسنتي. إذن إلى جوابين. هي قاعدة أولية موحد عند البشر أو لأنها تبسط السلوك الإنساني. إذا قاعدة أولية أو لأنها تبسيط الفعل وقاعدة أولية أو تشتق منها وترد إليها الأفعال الإنسانية جميعها. أي جواب صح. شكرا. تفضل يا رغد. أسهمت المدرسة الهيجرية في تطوير المفهوم الاجتماعي والثقافي للطبيعة البشرية. تفضلي. لأن التنظيم الاجتماعي ومؤسساته لأن التنظيم الاجتماعي ومؤسساته الثقافية تعمل على إحلال العادات والأعراف مكان الغرائز الفردية. أحسنت. جواب صحيح. شكرا لك. العقد الاجتماعي وسيلة عقلية اجتماعية للخروج من الحالة السالبة. بشرى. لأنه أداة لكبح ما يصدر عن طبائع البشر من فوضى وشر وعدوان. أحسنت. هلا سؤال على الشكل التالي. رح أنا أسأل وبدي جواب بس ولكن لا حدا يرفع يده ولا احتاس. وازن بين رأي كل من ثورندايك وماسلو حول الطبيعة البشرية. ما نعطي فكرتين لثورندايك وفكرتين لماسلو. مو كل الأفكار. بدي يكون إجابي دقيقة. إجابي دقيقة وبدي إجابة جديدة. رأي ثورندايك حول الطبيعة البشرية. رأى ثورندايك أن الطبيعة البشرية هي حصيلة أمرين، الأول الفطرة الإنسانية المتمثلة والثاني التأثيرات المتراكمة لعمل المثيرات الخارجي. تتشكل الشخصية من ناتج هذا التفاعل بين العضوية البيولوجية والبيئة الخارجية. رأي إبراهيم ماسلو حول الطبيعة أحسنت كفي. رأي إبراهيم ماسلو حول الطبيعة البشرية. تتكون هذه الطبيعة الجوهرية من البيئة السيكولوجية الموازية للعضوية الإنسانية وهي تتضمن الحاجات والقدرات والميول. يحدث التطور من داخل بيئة الإنسان ذاتها بتوجه داخلي يستهدف تحقيق الطبيعة الإنسانية أي تحقيق الذات وإخراجها من عالم الإمكان إلى عالم الموجودات الفعلية. أحسن. إذا نحن بهمنا من رأي ثورندايك اعتبر أن الطبيعة البشرية هي حصيلة أمرين، الفطرة الإنسانية المتمثلة في العضوية الإنسانية التي تعمل على التأثير أو الاستجابة للمؤثرات الخارجية، اثنين المؤثرات أو التأثيرات المتراكمة للمؤثرات الخارجية. تتشكل الشخصية من تفاعل هذين الأمرين أو هذين الأمرين. أما إبراهام ماسلو اعتبر الطبيعة البشرية مكونة من بيئة سيكولوجية موازية للعضوية الإنسانية وتتشكل الطبيعة من داخل الإنسان وتتطور وإخراجها أي إخراجها من عالم الإمكان إلى عالم الموجودات الفعلية. شكرا يا هدى، جواب كتير حلو ممتاز. طيب اشرح المفهوم من الاجتماع والثقافة الطبيعية البشرية. مين بيعطيني الأفكار الموجودة في الفقرة كاملة على السريع باختصار؟ فاطمة حميد تفضل يا فاطمة. البشرية في خاصتي الاجتماعية والثقافية اللتان يتكاملان فيما بينهما. المجتمع وجماعة يتقاسم أفراد ثقافة مشتركة وتنشأ الثقافة في تفاعل أفراد المجتمع. هاتان الخاصتين هما سر تميز الإنسان وتوفقه في معرض التنافس الكوني. نعم. تطور هذا المفهوم بصورة خاصة في نطاق علمي اجتماعي للإنسان. أحسنت. إذا نحن نعطي أفكار بشكل مختصر أنهم سر تميز الإنسان أنه سر تميز اعتبروا أن المفهوم الاجتماعي والثقافي الطبيعة البشرية تكمل الجوهر في خاصتي
الاجتماعي والثقافي. المجتمع هو جماعة بنشرحه. أيضا نتكلم عن تطور هذا المفهوم في تقي علم الاجتماع والإنسان. أسهمت المدرسة السيكلي في تطور مفهوم. يرى أصحاب هذا المفهوم أن المشروع غير ناجز، ويرون أن التنظيم الاجتماعي ويمارسات تأثيره على الطبيعة البشرية. أيضا الطبيعة قابلة للتعديل عن طريق الثقافة وجهود الجماعة. ومن مزايا هذا المفهوم أن التنوع الثقافي والفروق بين الأفراد لا يرجع إلى أسباب فطرية، إنما يرجع إلى التشكيلات المؤسسية والصور الثقافية. شكرا لذلك يا فاطمة، شكرا لكل من شارك معنا. وصلنا لعند حدد الصورة السالبة للطبيعة البشرية. بدي نقاط، يعني مين فهم بدي نقاط، أهم نقاط الصورة السالبة للطبيعة البشرية. طيب ولا أكرم تفضل يا ولا. كان هذا المفهوم الأقدم تاريخيا، وهو يفترض أن الإنسان مفطور على نزعات حيوانية غرائزية مستوطنة في داخله، ويقال أن الإنسان هو الكائن الوحيد الذي يفعل الشر من أجل الشر، وأما الحيوان فلا يقتل إلا عن جوع أو في دفاع عن النفس، وإن هذه العواطف قابلة للتهذيب والضبط والتوجيه والانصياع لأحكام العقل وضوابط الحياة الاجتماعية، فتكتسب صفة الإنسانية والإيجابية. إن النجاح النسبي للبشرية في ضبط هذه الغرائز المدمرة أو توجيهها أو تصعيدها أو دفعها عن مسارها لا يلغي تأثيرها نهائيا، ولا يقي من إمكان الارتداد إليها، لأنها فطرية وراسخة. ويعتقد أن الحروب تخلق من بيئة خصبة، تخلق بيئة خصبة مؤاتية ليقظة هذه الوحشية النائمة والمغطاة بقشرة، مما صنعته المدنية والثقافة من نتاج الأجيال المتعاقبة التي تثبت أفواهها. نعم نعم صحيح صحيح. بالإضافة إلى أن الأدباء والمؤرخين ساعدوا على تعزيز هذا المفهوم، أيضا روايات الإغريق. ها هي أهم الأفكار الموجودة في الصورة السلبية. طرق الخروج من الحالة السلبية تكلمنا عنها، مين بيذكرنا فيها على السريع بشكل مختصر على السريع؟ بدي سرعة. تيماء عبد خالد تفضل يا تيماء. فيما يلي طرائق الخروج من الحالة السالبة للطبيعة البشرية، إقامة حياة اجتماعية فاضلة تقوم على حكم رشيد يحسن الإدارة والتوجيه، التنظيم الاجتماعي الذي يستعمل وسائل الضبط الاجتماعي بحكمة، التنشئة الاجتماعية مع التربية السليمة تمكن الناس من اكتساب المعارف والتحلي بمكارم الأخلاق. شكرا لك، الله يعطيك العافية. شكرا لكل من شارك معنا، شكرا لكل الموجود معنا واللي تفاعل معنا. هاي أسئلة تقويمية للدرس الثاني، التي هو بعنوان تطور مفهوم الطبيعة البشرية جزء ثاني. انتهينا من الدرس. التعاليل، كل التعاليل الموجودة هون وردت في دورات سابقة. أيضا وازن بين رأي سورندايك وماسلو، سؤال هام، سؤال رئيس عليه 4 درجات، ممكن يجي سؤال أو موضوع اشرح مفهوم الاجتماع الثقافي الطبيعة البشرية. أيضا حدد صورة السابقة، قلنا كل الأفكار موجودة واضحة، مو شرط نشرح كلها، بس مهم نجيب أهم الأفكار. طرق الخروج من الحالة السلبية أيضا أجاب في عدة دورات، لذلك هاي أسئلة كتير هامية وكتير ضرورية.